من قناة الجديد مساء الخير إليكم. أبرز عناوين نشرتنا المسائية: حسين خليل ووفيق صفا يلتقيان عون. ونفهم تماماً حقيقة وجوهر ومعدن الجنرال عون. في الخاص السلفيون في بعبدة. نعم نطلع لنشكره بموقفه بالنسبة لطرابلس. الأسد: روسيا رسمت خريطة طريق لتوازن عالمي جديد، وحرب مستعرة ذبحا بين النصرة والحر في حلب. السفير الإيراني للجديد: إيران وسعودية بلدان مهمان في المنطقة. وفي النشرة: الدجاجة تبيض ذهبا، والأسعار تأكل البيضة والتقشيرة. هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل.